عبدالحميد صابيري صامدوريا ست لاعبين المغاربة من عملية تحضير فرصة مغربية خطيرة عبد الحميد صابيري غيرجع للمنتخب وليد الركراكي غيقوم باستدعاء هذا اللاعب في التوقف الدولي القادم. اخبار كثيره كتروج بخصوص هذا اللاعب في الايام القليله الماضيه، لاعب اللي غاب لمده طويله على صفوف المنتخب. وحسب العديد من المصادر الصحفيه كتقول بان الركراكي لمح لعوده هذا اللاعب للمنتخب المغربي، لا سيما واننا كاملين كنعرفوا المستوى الكبير اللي كيمتلكه والاضافه اللي غيقدر يقدمها هذا اللاعب الاسود، خصوصا من بعد أزمة خط الوسط اللي كيعاني منها المغرب والمستوى المتدني اللي ظهروا به لاعبي خط الوسط في مباراتي أنغولا وموريتانيا. واش فعلا عبد الحميد صابيري غيكون حاضر مع المنتخب في التوقف الدولي المقبل؟ وشنو هو أصلا سبب الغياب دياله اللي دام عام تقريبا؟ وشنو صحة هاد الأخبار؟ هادشي كامل أكتر غنعرفوه في هاد الفيديو، وغنبداو أولا بسبب غيابه لهاد المدة كاملة على المنتخب المغربي. عبد الحميد صابيري لاعب نادي الفيحاء السعودي حاليا، المعار من نادي فيورنتينا، لاعب كان متألق في الدوري الإيطالي وكان مقدم أداءات كبيرة رفقة نادي سامدوريا، ولكن بداية انحدار مستوياته الكروية كانت بعد فترة كأس العالم قطر 2022، وتحديدا من يوم إعلانه الانتقال لنادي فيورنتينا والاتفاق مع هذا النادي كان هو يكمل بقية الموسم مع سامدوريا. ومع بداية هذا الموسم التحق بصفة رسمية لنادي الفيولا الإيطالي. من هذه النقطة بدأت المشاكل، فبعد الإعلان على هذا الانتقال كان الجميع كيقول أنها خطوة مزيانة في مسيرة صابيري، خصوصا وأنه في أوج عطائه وراجع من كأس عالم ما كيتنساش مع المنتخب المغربي. ولكن العكس تماما هو اللي وقع، بحيث يدخل في مشاكل كبيرة مع مدرب نادي سامدوريا في ديك الفترة ديان ستانكوفيتش وكذلك جمهور هذا النادي. ولكن مبدئيا المشاكل بدات من عند المدرب الصربي اللي خلى عبد الحميد حابس الدكة بدون سبب، وقام بتهميش هذا اللاعب بدون مبرر واضح، وبذلك استبعاده من لائحة اللاعبين المستدعاة للمقابلات. بطبيعة الحال صابيري قام بعدة محاولات باش يفهم هذا الوضع ويفهم قرارات هذا المدرب، ولكن هذا الأخير ما كانش باغي بتاتا يتكلم مع اللاعب المغربي، واستمر الأمر على هذا الوضع لمدة طويلة، اللي من بعد تم اكتشاف أن السبب وراء هذه المشاكل كلها هو الانتقال لنادي فيورنتينا، اللي بالنسبة للمدرب كان بمثابة هروب على نادي سامدوريا، وهما كيعانيو في مراكز الهبوط. المشاكل ما حبستش حد هنا، بل انتقلت حتى للجمهور اللي كانوا كينعتوا بأقبح العبارات، واللي كان أكثر خطورة هو التهديدات بالقتل اللي كتوصلوا من قبلهم، سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو من هتافات الجماهير. واستمر الحال طيلة الموسم، واستمرت الجماهير بتعاملها لا أخلاقي مع اللاعب. هنا صابيري باتفاق مع إدارة نادي سامدوريا اختار أنه ميكملش الموسم للنهاية ديالو، وغادر إيطاليا وتوجه عند العائلة ديالو بألمانيا. وبتزامن مع هادشي شفنا الأداء الباهت اللي ظهر به هاد اللاعب في مباراة جنوب إفريقيا اللي تقامت العام الماضي، واللي خلات الركراكي ما يناديش عليه مرة أخرى للمنتخب إلى حين استرجاع جاهزيته الكاملة. نفس الأمر قام به نادي فيورنتينا، هذا الأخير قام بإعارة عبد الحميد لنادي الفيحاء السعودي لمدة موسم واحد. هذه الإعارة جات من بعد الفترة الطويلة اللي قضاها صابيري وهو غائب على الميادين باش يسترجع حساسية المباريات ويرجع للنادي الإيطالي الموسم القادم جاهز بشكل كامل. هذا الموسم مع نادي الفيحاء كان مليء بالتقلبات، بحيث بعد الجولات الأولى في الدوري السعودي بدا صابيري كيسترجع الفريق ديالو شوية بشوية، ولكن بسبب الإصابات واللي جاتو بشكل متتالي خلاته غيب على الميادين لفترة طويلة، وهي السبب الرئيسي لما خلاتنا نشوفوا عبد الحميد مع المنتخب لا في التوقفات الدولية اللي كانت قبل الكان ولا حتى في كأس إفريقيا. اللي بغي يعرف بالتفصيل المشاكل اللي وقعت لي في إيطاليا يشوف هذا الفيديو اللي باين في أعلى الشاشة. على أيين مع العودة ديالو بشكل تدريجي للميادين حاليا تروج بعض الأخبار للعودة ديالو للمنتخب في التوقف الدولي المقبل، والأسباب عدة، ومن أولها المستوى المتوسط حتى الأقل من عادي اللي ظهروا به لاعبي خط وسط المنتخب المغربي في مباراتي أنغولا وموريتانيا، بحيث كان عند أسود الأطلس مشكل في الربط ما بين الخطوط وبناء اللاعب من الخلف، بحيث لا عز الدين أناحي ولا أمير ريتشاردسون قدروا يقوموا بهذا الدور بشكل جيد، وكنا كنشوفوا بطء كبير في بناء العمليات الهجومية، زائد استغلال الضربات الثابتة اللي كيبان أن الأسود كيعانيوا منه بشكل واضح، بالرغم من تواجد أسماء كتجيد لاعب هذه الضربات واختصاصية في تنفيذها بحال حكيم زياش وأشرف حكيمي. ولكن بالرغم من هادشي كامل إلا أن المنتخب ما كيستغلش هاد المعطى بشكل جيد، وانتبه وليد الركراكي لهاد النقطة في هاد المباراتين بشكل كبير، خاصة من بعد مجيء إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب. لاعب مهارته وسرعته في الاختراقات ما كيخليش حلول كثيرة للمنافسين سوى يقوموا بأخطاء عليه، واللي بعض المرات هاد الأخطاء كتكون قريبة من مربع العمليات وكتشكل خطورة على مرمى الخصوم، ومن الواجب استغلال هاد الكرات بالخصوص إذا كان الفريق المنافس سد عليك جميع المنافذ من أجل التسجيل. الكرات الثابتة سواء كانت ركنيات أو ضربات أخطاء مباشرة من الواجب استغلالها بشكل قوي ضد بحال هاد الخصوم،
بالإضافة لمشكل ملاحظ بشكل كبير في المنتخب المغربي من مدة طويلة وماشي غير في هذه المباراتين، وهو تسديد من بعيد. حل مهم في ظل تراجع الخصوم من الوراء، والتسديد كيبقى حل ضروري لفك التكتلات الدفاعية واللي قليل في اللاعبين المغاربة كيلتجؤوا لهذا الحل، وهذا الشيء راجع لسبب عدم قدرة بعض اللاعبين للتسديد بشكل قوي أو افتقاد الدقة والتركيز في أغلب الأحيان. وإذا كنت مركز في هذا الشيء اللي قلت كامل، فأكيد غتكون عارف شكون هو هذا اللاعب اللي من نقاط قوته هما التسديد من بعيد والضربات الثابتة. أكيد هو عبد الحميد صابيري. بالإضافة لهذا الشيء كيمتلك سرعة كبيرة في التعامل مع الكرة ملي كتكون في رجليه، وقوي بزاف من الناحية الفنية، ويمكن يلعب في أكثر من مركز في وسط الميدان، إما وسط ميدان هجومي أو وسط ميدان مركزي أو كيف ما كنقولوا مركز 8. وهذا الدور هو اللي كيقوم به عز الدين أناحي في المنتخب، بحيث كيقدم كل من المساندة الدفاعية والهجومية أو لاعب خط وسط من الصندوق للصندوق، والمعروف كذلك باسم بوكس تو بوكس، وهو اللاعب اللي كيكون مسؤول على الربط ما بين الهجوم والدفاع، أي كينزل الدفاع كيستلم الكرة وكيصعد بها لمرمى المنافس. وهذا هو الدور اللي كيعاني منه المنتخب حاليا. وكيف ما قلت سابقا، خرجت أخبار كثيرة سواء من الصحف أو من الجرائد الإلكترونية قلت بأن وليد الركراكي اقتنع بضرورة إعادة عبد الحميد صابيري لصفوف المنتخب، بسبب أنه كيمتلك مؤهلات فنية وبدنية جيدة كتخليه قادر على مساندة المنتخب المغربي، خصوصا وبالرغم من كونه لاعب وسط إلا أنه عنده حس هجومي كبير وغيساعد في حل العديد من المشاكل اللي كاينة في المنتخب حاليا، سواء لا من ناحية الضربات الثابتة أو التسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال الكرة الثانية اللي كترجع من عند مدافعي الخصم. وفي هذا الإطار، حسب بعض المصادر الصحفية قول بأن وليد الركراكي غيقوم باستدعاء صابيري للاستحقاقات المقبلة للمنتخب، بشرط أن اللاعب يكون مطالب بالتألق في الفترة المقبلة قبل حلول شهر يونيو، أي موعد توقف الدولي المقبل، من أجل العودة للمنتخب. وتابعت هذه المصادر وقالت بلي وليد الركراكي كيتسنى يكون عبد الحميد صابيري في مستوى التطلعات، خاصة أنه كيمتلك قوة في التسديد، يمكن الحصول على حلول تهديفية كثيرة في ظل غياب النجاعات التهديفية في المنتخب الوطني المغربي حاليا. من وجهة نظر شخصية كنشوف أن عبد الحميد صابيري غيكون مناسب بزاف لتشكيل المنتخب، خصوصا في هذه الفترة. وعلاش لا، ونقاط قوته وأهم المهارات اللي كيمتاز بها هذا اللاعب هي واحدة من نقاط ضعف المنتخب المغربي حاليا، واللي كتجلى في التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك الضربات الحرة أو الثابتة. وما نساوش الإضافة اللي يقدر يديرها في خط وسط أسود الأطلس، في كأس العالم كان ديما كيدخل كبديل وكيصنع الفارق، والآن من بعد هاد التغييرات الكبيرة اللي جرت على المنتخب واللي مازال غتجي تغييرات أخرى، صابيري عنده فرصة كبيرة يرجع للمنتخب ويقدر يكسب حتى الرسمية، شريطة يرجع يقدم المستويات اللي كان عليها مع نادي سامدوريا قبل كأس العالم أو حتى أكثر. شنو الرأي ديالكم في هاد اللاعب؟ واش نقدروا نشوفوه بقميص المنتخب في التوقف الدولي القادم؟ وبطبيعة الحال واش غيكون مفيد وغيقدم الإضافة المنتظرة منه؟ بغيت نشوف آراء ديالكم في التعليقات.